حضرات السيدات والسادة مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم لمتابعة تفاصيل هذه المقابلة التي تندرج ضمن الجولة العاشرة. يستقبل من خلالها يعني فريق تحت ورقة الخصم ديالو في هذه المواجهة، يعني فريق الفتح الرياضي الرباطي في غرفة الفار. كنشوفوا محمد النحيح في غرفة الفار، مساعد أول جرموني فتيحة، مساعد ثاني سدير صباح، لجوج ديال الحكمات. المباراة التي نشاهد الآن هنا بملعب مولاي حسن، وانطلاقة تأتي في هذه اللحظات، أعطيت انطلاقة هذه المقابلة. فهذه الجولة فهي جولة تزخر بالعديد من المباريات، إمكانية استثمار هكذا مقابلة، لأننا نلعب هنا بمدينة رباط، ملعب اللي يلعب فيه فريق الفتح الرياضي الرباطي، ولكن هنالك دائما ندية، وكنعرفوا المباريات اللي كتكون هنا بمدينة رباط خاصة للفرق الممثلة مدينة رباط. كرة أمامية، فرصة، أول تصويبة، أول محاولة كان بالإمكان أنها تعطي الجديد. محاولة أولى كتجي مع البداية ديال المقابلة. هذا اللاعب زيمبا، لاعب مارسيال سيريك، اللي صوب التصويبة ديالو مشات قوية بهذا الشكل، كان ممكن أنها تعطي الإضافة المطلوبة. البحث عن التمريرة الجانبية، عرضية، تمريرة داخل منطقة الجزاء، متمم العملية مفقود في اللقطة المالية، تعود مرة أخرى القاسمي. قاسمي غير تماما الجهة اليمنى، انطلاقة من بلاود غيري. الفتح الرباطي يعني يسير رويدة رويدة، يبحث عن حلول الهجومية ويبحث عن طريقة اللي بإمكانه أنه يستفد من خلالها على مستوى الشق الهجومي. كرة داخل منطقة الجزاء، الحكم يقول وصل اللاعب، ما فيها شيء. الحكم يقول وصل اللاعب، ليس هنالك أي شيء. دخول أسامة سخان داخل منطقة الجزاء وسقوط الحكم أمام أنظار هشام تبسماني اللي شاف اللقطة وشاف العملية المالية وقال على أنه لا تستدعي الإعلان عن ضربة جزاء، فيما لا زال ساقطا على رقعة الملعب. لاحظوا هنا عملية الاختراق والدخول داخل منطقة الجزاء. هذه من زاوية أخرى، هذه من زاوية أخرى، يعني ركب مجموعة من المحاولات. كرة من جديد تنفذ داخل منطقة الجزاء، البحث عن متمم العملية، هنالك تغطية، رجعت مرة ثانية لتكون لصالح فريق الفتح الرياضي الرباطي. لمسن رفع الكرة بهذا الشكل، الإنزال، تحضير من نناح، تصويبة داخل منطقة الجزاء، وراية مرفوعة، راية مرفوعة من الحكم مساعد، معلنا عن تسلل في الوقت اللي كانت عملية هجومية ملصقة. كان البحث على إمكانية استثمار هذه الكرة من أنس باش، كنشوف هنا يعني كانت واحدة من الفرص المتاحة بعد مضي تقريبا 26 دقيقة. نشوف هنا اللقطة، عملية هجومية وانطلاقة الآن من الجهة اليمنى، تأتي المحاولة من جانب فريق تحت ورقة، الإنزال بهذا الشكل هذا من الجهة اليمنى. لاحظوا هنا الفرصة اللي جات، تمريرة من رضوان أيت المقدم، تمريرة فرصة ومباشرة صوب الحارس اللي كان في المكان المناسب اللي تمكن من ايقاف هذه المحاوله. كره اماميه لانس باش، باش كيلعب الكره بهذا الشكل، محاوله من لمسه صويبه ولكن كتصطدم بعض اللاعبين، الشيء اللي خلى ان القوه ديالها اصبحت اقل بالتالي بين يدي الحارس عبد الرحمن الحواصلي. لاحظوا هنا تهيئ هذه العمليه الهجوميه بهذا الشكل، حنا كنشوفوا العمليه الهجوميه ونعود للمعطيات. كره فرصه ممتازه داخل منطقه الجزاء، تغطيه من جانب الحارس، تعود مره اخرى لمسن، يحافظ على كرته، يبحث عن التصويب في اتجاه نناح، نناح يحاول يرفع كره بالفعل الجانبيه داخل منطقه الجزاء، راسيه، هنالك تغطيه دفاعيه وتعود مره اخرى لتكون من نصيب فريق الفتح الرباطي الداغث بقوه. مروان العز، مروان مريفع اللي رجع كرته في اتجاه سكحان، سكحان يبحث عن كره اماميه، الانطلاقه من جانب انس باش، باش يرفع كره داخل منطقه الجزاء نحو حداد، تصويب، تحضير، نداح، تصويبه ممتازه ولكن الى خارج الخط الخلفي للملعب. قبل ذلك هنالك سقوط، هنالك مخالفه، هنالك سقوط ياتي في هذه اللحظات. نناح اتيحت له فرصه كان بالامكان الاستفاده منها. لاحظوا هنا بهذا الشكل، بهذا الاسلوب، انقضى الشوط الاول، تتبقى دقيقتان اثنتان على نهايه تفاصيل الجوله الاولى. كره ملعوبه، محاوله التونوكيه داخل منطقه الجزاء، رفع الكره كان من هيثم منوت، ولكن هنالك التغطيه من جانب الحارس ايمن مجيد، ياخذان غمار هذه المنافسه. واهم شيء في روح رياضيه عاليه تحترم
وتسوق لمنتوج كروي وطني مهم. كرة لعناصر فريق الفتح الرياضي الرباطي من مروان العز. مروان العز سكحان سكحان تمريرة داخل منطقة الجزاء تحت المناح، السقوط داخل منطقة الجزاء يعلن مدوية في هذه اللحظات إيجاد تبسباني. ضربة جزاء هكذا القرار هكذا الإعلان. أيوب ناناح سقط داخل منطقة الجزاء وهشام التبسماني لم يتردد للإعلان عن هذه الكرة. سنتابع، هنا يأتي الاحتجاج، عدم مغادرة على الأقل أن يبقى بقدم عبد الواحد زمرات. ضربة جزاء يستعد للاستفادة منها مروان العز. من غرفة الفار جاء النداء، التوجه لشاشة الفار لأخذ القرار. الحكم هشام التبسماني نودي عليه من غرفة الفار، وبالضبط من محمد النحيح الذي تساعده كل من فتيح الجرموني وصباح سدير. ذهب لشاشة الفار ليتأكد من القرار، هو قال ضربة جزاء، سيختار الزاوية التي يراها الأقرب الأفضل. يعود يدخل لرقعة الملعب ويقول بعد مشاهدة شاشة الفار ليست هنالك ضربة جزاء، ليست هنالك ضربة جزاء، وبالتالي تستمر النتيجة صفر مقابل صفر. وفي هذه اللحظات يعلن الحكم هشام التبسماني نهاية تفاصيل الجولة الأولى، صفر مقابل صفر في ديربي رباطي. في صراع يأتي بين فريق اتحاد تورقة وفريق الفتح الرياضي الرباطي، صفر مقابل صفر بين الطرفين، هكذا كان العنوان. إذن بين هذا وذاك سنتابع 45 دقيقة انطلاقة الشوط الثاني من عمر هذه المقابلة، والحكم هشام التبسماني يعلن على انطلاقة الشوط الثاني. تنفذ هذه الكرة أمامية، محاولة من جانب فريق الفتح الرباطي عن طريق ناناح. ناناح اتجاه حميد أحداد، أحداد كيحصل الكرة ديالو كيبحث عن تمرير في اتجاه ناناح. تماس للفتح الرياضي الرباطي، مروان يرفع الكرة ديالو داخل منطقة الجزاء، فرصة إلى خارج الخط الخلفي. ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح فريق اتحاد تورقة. لاحظوا الطريقة ديال رفع الكرة بهذا الشكل، الإنزال بهذا الشكل. زاوية على يسار الحارس أيمن مجيد، تنفذ هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. التصدي يحضر، يعود من جديد البحث من جانب فريق اتحاد تورقة الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء. سيمون ديدو، تصويبة وجدت الحارس مجيد في المكان المناسب. سيمون فعل الأم، اختلق داخل منطقة الجزاء. ديدو كاد أن يجد السبيل للوصول للمرمى، أنزل الكرة ببراعة مع الاستدارة مع التصويب. تمريرة، إنزال، تصويبة من لمسن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب، كانت جيدة صراحة. لاحظوا الإعادة، الطريقة اللي جات من خلال الكرة، تصويبة كانت بعيدة. كرة من جديد للفتح الرياضي الرباطي، تمريرة بهذا الشكل هذا داخل منطقة الجزاء. أيوب ناناح، ناناح تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة جميلة وفي آخر مطاف إلى خارج الخط الخلفي للملعب. زاوية، جوج ديال التغييرات، قلنا عبد الواحد زمرات هل بإمكانه أن يقوم بتغييرات؟ بالفعل إذن يظهر على أنه الاسمين القادمين سهيل زمرات، وغادي نشوفوا أيضا الاسم الآخر لاعب رقم 22 اللي هو بديع أو فجمال السلامي، كنشوف بأنه غادي يدخل النوري في الوقت اللي الرأسية مشات مباشرة إلى خارج رقعة الملعب للاعب المادي الباسل. تلعبات الكرة بهذا الشكل، رأسية ديال المادي باسل، استعانة بكرة بهذا الشكل هذا من جانب لاعب توفيق بن طيب داخل منطقة الجزاء. فرصة، محاولة وخروج الحارس في جوج ديال الألوالات
كيتمكن من ايقاف الكره ديالو ايمن مجيد. كره في اتجاه قرناص في الوقت اللي كنشوفوا الاعاده. لاحظوا اذا في هذه اللحظات نعم هشام التبسماني ينهي تفاصيل هذه المقابله، ينهي تفاصيل هذا الصراع الذي جمع بين الطرفين، بين فريق اتحاد تورك وفريق الفتح الرياضي الرباطي.